بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، نلتقي معاكم اليوم بكل حب في مقرر فيزياء 3 فيز 219 الفصل الخامس، عنوان الدرس انكسار الضوء. أهداف درس اليوم: وصف ظاهرة انكسار الضوء. الهدف الثاني: توضيح قانون سنيل في الانكسار وتطبيق هذا القانون بشكل صحيح. الهدف الثالث: التعرف على ظاهرة الانعكاس الكلي الداخلي. وأخيرا: التعرف على ظاهرة تفريق أو تحليل الضوء. نبتدي مع بعض. تساؤل: لاحظوا أعزائي الطلبة الصورة اللي أمامكم، كيف يبدو قلم الرصاص في سائل عند النظر إليه جانبيا؟ نفكر شوي. نلاحظ بأن القلم انحرف عن مساره. هذا المصطلح وهذه الظاهرة تسمى بظاهرة انكسار الضوء. نريد أن نعرف ظاهرة انكسار الضوء. المفهوم هو تغير مسار الضوء، أي انحرافه عن مساره عند انتقاله بين وسطين شفافين. لاحظوا معي أعزائي الطلبة الصورة اللي أمامكم، عندما قمت بوضع اللي هو القلم شلون انكسر عندي الضوء، انحراف عن مساره. هذه مفهوم انكسار الضوء. عندي عاملين مؤثرين في مقدار انكسار الضوء. العامل الأول خصائص الوسطين اللي عندي، والعامل الثاني الزاوية اللي يسقط بها الضوء على السطح الفاصل بين الوسطين. في هذه الظاهرة عندنا قانون في الانكسار مهم جدا أعزائي الطلبة، ركزوا معاي عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة، قانون مهم جدا في الفيزياء. هذا القانون شو يقول لنا؟ لاحظوا معاي الوسطين اللي عندي، عندي اللي هو الوسط الأول وهذه الوسط الثاني. نلاحظ بأن حاصل ضرب معامل انكسار الوسط الأول في جيب زاوية السقوط، عندي هنا زاوية السقوط اللي هي برمز لها بثيتا 1، يساوي حاصل ضرب معامل انكسار الوسط الثاني في جيب زاوية الانكسار. زاوية الانكسار عندي هنا ثيتا 2. لاحظ مرة ثانية عندي أنا شعاع ساقط، هذا الشعاع انتقل من عندي الوسط الأول إلى وسط ثاني. نفترض أنها عندي وسط الهواء وهني وسط الماء، فلاحظ أن الشعاع الساقط، شعاع الضوء الساقط لما يعبر الوسط الثاني راح ينكسر، فبسميه بالشعاع المنكسر. لاحظ بأن ثيتا 1 اللي هي أسميها بزاوية السقوط هي عبارة عن شنو؟ الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط وبين اللي هو العمود المقام، هذه أسميها ثيتا 1 وهي زاوية السقوط. نلاحظ عندي هني الشعاع المنكسر، زين، اللي هو اللي انحرف عن مساره، وصنع عندي ثيتا 2 اللي هي زاوية الانكسار. زاوية الانكسار هي عبارة عن شنو؟ الزاوية المحصورة بين العمود المقام وبين الشعاع الضوئي المنكسر. فهذه اللي هو عندي القانون، ضروري جدا أركز في هذه المفاهيم. عندي مفهوم آخر اللي هو N1 وN2 اللي هو معامل انكسار الوسط. عندي الوسط الأول واللي هو الوسط الثاني، رمز الواحد وهني واثنين اللي هو يرمز الوسط الأول والوسط الثاني. واضح؟ انزين، هني بتوضيح أكثر للقانون اللي هو N1 حاصل ضرب معامل انكسار الوسط الأول في ساين ثيتا 1 اللي هي زاوية السقوط، يساوي معامل انكسار الوسط الثاني في ساين ثيتا 2 اللي هي زاوية الانكسار.
وهني عندي رسم توضيحي للي هو شعاع ساقط وشعاع منكسر، وكذلك هني اللي هو زاوية السقوط وزاوية الانكسار، وكذلك في الرسم التوضيحي الثاني. وضح القانون اللي عندي، قانون سنيل للانكسار. معامل الانكسار، شلون بعرف هذه المعامل اللي هو الان رمز له بالان؟ عندي للوسط الاول N1 وللوسط الثاني عندي اللي هو N2. هو عبارة عن مقدار ثابت يعتمد على نوع المادة او اللي هو الوسط اللي عندي. في الهواء معامل الانكسار يكون ثابت عندي يساوي قيمته 1، فاذا معامل الانكسار في وسط الهواء يساوي 1. نركز مع بعض في هذه الجزئية. إنزين، عندي فروقات بين اللي هو معامل الانكسار في الوسطين، في الوسط الأول والوسط الثاني. عندي حالتين. نركز مع بعض أعزائي الطلبة، مهم جدا هذه الجدول عزيزي الطالب عزيزي الطالبة، الجدول اللي أمامكم تركزون في الفروقات بين هذه المعاملين. في حال كان عندي معامل انكسار الوسط الأول أكبر من معامل انكسار الوسط الثاني، فإذا تكون زاوية السقوط إيش فيها؟ زاوية الانكسار عفواً أكبر من زاوية السقوط، فبيكون الشعاع منكسر بعيداً عن العمود المقام، وبهذه الحالة راح شنو بيصير؟ تزداد سرعة الضوء ويزيد الطول الموجي. في الحالة الثانية، إذا كان معامل انكسار الوسط الثاني اللي هو رمز له بشنو؟ N2. معامل انكسار الوسط الثاني أكبر من معامل انكسار الوسط الأول، إيش بيصير؟ زاوية اللي هو ثيتا 1 بتكون أكبر من ثيتا 2 اللي هي زاوية السقوط أكبر من زاوية الانكسار. بهذه الحالة بيكون الشعاع المنكسر مقترب من العمود المقام. شنو بيصير في سرعة الضوء والطول الموجي؟ في الحالة الأولى قلنا بيزيد سرعة الضوء وبيزيد الطول الموجي، في الحالة الثانية بقل عندي الطول الموجي وراح تقل سرعة الضوء. إنزين، تساؤل شنو بيصير حق التردد عنده اللي هو انتقال الضوء من بين الوسطين؟ عزيزي الطالب، التردد راح يظل ثابت وما راح يتغير، يعني لا راح يزيد ولا راح يقل. واضح الفروقات عندي بين اللي هو إذا كان معامل انكسار الوسط الثاني أكبر وإذا كان معامل انكسار الوسط الأول أكبر من الثاني. تمرين، نبي نطبق القانون اللي خذيناه تطبيق فيزيائي. شلون بحل التمرين؟ دائما أعزائي الطلبة في أي مسألة فيزيائية أقرأ المسألة عدل، أطلع المعطيات، أطلع المطلوب اللي هو المجهول وأعوض بالقانون مباشرة. يلا نجهز ورقة وقلم ونحل ويا بعض. إيش يقول السؤال؟ يسلط شخص ضوء باتجاه صديق يسبح تحت الماء. إذا كانت الزاوية بين الشعاع داخل الماء والعمودي على السطح تساوي 36.2، فكم تكون زاوية السقوط؟ فإذا أعطاني في المعطى بأن 36.2 هي أي زاوية؟ زاوية الانكسار اللي هي ثيتا 2 تساوي 36.2. المجهول زاوية السقوط اللي هي ثيتا 1. بطريقة مباشرة وتعويض مباشر بستخدم قانون سنيل للانكسار. طبعاً راح يعطيني اوريدي بعد في المعطيات اللي هو الثوابت، المقادير الثابته لمعامل الانكسار في الوسط الاول والوسط الثاني. نلاحظ الاجابه مع بعض.
قانون سنيل، اكتب القانون بطريقه صحيحه، ان 1 ساين ثيتا 1 تساوي ان 2 ساين ثيتا 2، تعويض مباشر. عندي معامل الانكسار في الوسط الهواء اعوض عنه بقيمته، وفي الوسط الثاني بعوض عنه بقيمته. هذه كلها القيم اعزائي الطلبه، قيم ثابته، مقادير ثابتة اللي هي معامل الانكسار، وتعطى في السؤال بطريقة مباشرة. تعويض مباشر، باخذ اللي هو بطلع الثيتا، بتكون عندي اللي هو 51.8، هذه زاوية السقوط. أعزائي الطلبة، عندنا هذه التمرين الثاني بنحله ويا بعض. نفس ما قلت لكم جهزوا ورقة وقلم عشان تحلون معاي المسائل عشان نطبق بطريقة صحيحة وتفهمون الدرس عدل. زين، السؤال يقول إذا علمت أن زاوية انكسار السطح الفاصل بين الهواء والزيت تساوي 20. لاحظ عندي عزيزي الطالب، هني عندي وسط هواء، عندي وسط زيت، وعندي وسط ماء. هني عندي زاوية سقوط، انكسر عندي الضوء، هني مرة ثانية بعد ينكسر عندي الضوء. في المطلوب عندي في السؤال يبي بين وسط الهواء وبين وسط الزيت. المعطى اللي هو ثيتا الانكسار، عطاني زاوية الانكسار، يبي زاوية السقوط كم تساوي. نشوف الإجابة ويا بعض. زين، تعويض مباشر بالقانون، عندي قانون اللي هو معامل انكسار الوسط الأول في ساين ثيتا الوسط الأول تساوي معامل انكسار الوسط الثاني في ساين ثيتا اللي هو أو زاوية الانكسار. إنزين، تعويض مباشر، عندي معاملة الانكسار ثابتة. إنزين، عندي اللي هو ثيتا الانكسار، زاوية الانكسار عندي معطى 20، تعويض مباشر، وبظهر بالكالكوليتر اللي هو الإجابة لزاوية السقوط. واضح أعزائي الطلبة؟ إنزين، ننتقل الآن إلى جزئية أخرى ومفهوم آخر في الانكسار. لازلنا في موضوع انكسار الضوء. عندي مفهوم يسمى بالزاوية الحرجة. ما هي الزاوية الحرجة؟ هي زاوية سقوط، ولكن في وين تكون عندي الوسط معامل الانكسار لهذا الوسط يكون أكبر. فماذا يحدث للشعاع المنكسر؟ راح ينكسر الشعاع بزاوية 90 عن العمود المقام. نلاحظ مع بعض الشكل اللي أمامنا، عندي العمود المقام، عندي الشعاع الساقط، هذه الزاوية، طبعا الزاوية الحرجة أرمز لها بالرمز الثيتا سي، زاوية حرجة، هي عبارة عن زاوية سقوط. ولكن متى أقول عنها زاوية حرجة؟ إذا كان عندي الانكسار بزاوية 90 عن العمود المقام، بهذه الحالة بسمي هذه الزاوية زاوية الحرجة. فإذا عندي هني اللي هي ثيتا سي اللي هي الزاوية الحرجة. قانون الزاوية الحرجة يقول ساين ثيتا معامل انكسار الوسط الثاني على معامل انكسار الوسط الأول. واضح؟ هذه الزاوية الحرجة، هذه عندي حالة أولى من الحالات في الانكسار. عندي حالة ثانية أعزائي الطلبة ومفهوم آخر اللي هو الانعكاس الكلي الداخلي. ما هو الانعكاس الكلي الداخلي؟ الانعكاس الكلي الداخلي هو انعكاس الضوء عندما يسقط بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة، بحيث أن تكون زاوية السقوط، لاحظ مع بعض في هذه الشكل عزيزي الطالب، بالشكل اللي أمامك عندي ثيتا السقوط تكون أكبر من الزاوية الحرجة. هني عندي ثيتا 1 للشعاع الساقط، لاحظ هني الشعاع ينعكس، لماذا ينعكس ولا ينكسر ويحدث انعكاس كلي؟ لماذا؟ لأن زاوية السقوط أكبر من الزاوية الحرجة. ها
هذه في حالة الانعكاس الكلي. كذلك عندنا نلاحظ مع بعض أعزائي الطلبة الشكل التوضيحي للي هو الأشعة الساقطة والأشعة المنكسرة، وهني عندي حالة الانعكاس الكلي الداخلي. إنزين، يحدث الانكسار أعزائي الطلبة إذا كان عندي زاوية السقوط اللي هو أقل من الزاوية الحرجة، فبيكون عندي الانكسار. لاحظ في الشكل اللي أمامك الشعاع الساقط والشعاع المنكسر وزاوية السقوط وزاوية الانكسار. هذه المفاهيم للزاوية الحرجة والانعكاس الكلي الداخلي. انتقل الآن أعزائي الطلبة إلى مفهوم آخر وظاهرة أخرى اللي هي تحليل الضوء، أو أسميها تفريق الضوء. لاحظ عندي بأن الضوء هو عبارة عن ضوء أبيض. شلون أقوم بعملية تحليل الضوء؟ يتحلل الضوء إلى طيف من الألوان الطيف اللي هم نعرفهم ألوان الطيف السبعة. هذا التحليل يحدث عند مرور الضوء الأبيض خلال منشور زجاجي. ماذا يحدث لهذه الألوان؟ تنحرف الألوان هذه المختلفة عندي ألوان الطيف من الضوء بدرجات مختلفة ومتفاوتة، ونلاحظ بأن سرعة الضوء ومعامل الانكسار يتغيران تبعاً للأطوال الموجية المختلفة عندي للضوء. نلاحظ مع بعض أعزائي الطلبة هني اللي هو الضوء الأبيض، واللي هو عندي المنشور الزجاجي اللي راح يحلل الألوان. عندي اللون الأحمر، عندي اللون الأورنج البرتقالي، الأصفر والأخضر، وعندي اللون الأزرق، وأخيرا اللون البنفسجي. هذه عملية تحليل أو اللي هو تفريق الضوء. وين ممكن نرى هذه الظاهرة؟ ظاهرة تحليل الضوء نراها في ظاهرة طبيعية فيزيائية، ظاهرة قوس المطر، وهي ناتجة عن انكسار وتحلل الضوء بفعل قطرات الماء في الغلاف الجوي. عندنا سؤال، نفكر مع بعض في أي اتجاه نستطيع رؤية قوس المطر في مساء يوم ماطر؟ نستطيع رؤيته في اتجاه الشرق. لماذا؟ لأن الشمس تكون في جهة الغرب، فتسطع أشعة الشمس من خلفنا فنتمكن من رؤية قوس المطر. وهكذا أعزائي الطلبة انتهينا من درس اليوم، درس انكسار الضوء. أتمنى أنكم استمتعتوا معنا في هذا الدرس اللطيف الخفيف، وأنكم استفدتوا، ونلتقي معكم إن شاء الله في الدرس الثاني في نفس الوحدة. نراكم على خير، وشكرا لحسن استماعكم.